احنا اتفاجئنا بعربيه شرطه بوكس نزل منه عساكر كتير تجري ورا الشباب. كان في واحنا واقفين حبه شباب قعدوا يهتفوا للسيسي، بس يعني كانوا اقل من 10، وهما ده اللي بقى يساعدوهم بقى يجروا ورا، حتى كانوا بيجروا ورا طفل صغير خالص يمكن ما كملش 10 سنين، وكانت اختي معايا ومعاها بناتها الاثنين وقفوا اتحوطوا عليها وخدوه منه. طول ما انت ماشي بقى، طول ما انت ماشي من الناس اللي قاعدين على القهاوي، وهم بقى هم بقى احنا كنا بنجري هوجا بنجري. بيشتموا قله ادب، اقول لك يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه ستات ورجاله، بقول لك على حاجه، احنا من اول ما بننزل حتى التاكسي اللي ما هوش عاجبه بيشتم فينا، احنا اتعودنا على الحاجات دي، ما بنرضاش ندق عليهم ولا بنرد عليهم ولا بنمشي خالص في حل، بس هم بيتعمدوا بقى يقعدوا يشتموا فينا قله ادب عشان الرجاله واحد يرد، يروحوا هم ملمومين عليه بقى يمسكوا فيه يضربوا فيه. واحد اخذ مط ضرب بمطوه ودمه سال، وما نعرفش من اللي اهو واقف اهو يضحك من غير ما كلمت حد ولا اي حد، هم يحتكوا فينا ويشتموا فينا ويقولوا ادبهم علينا.